أنا، حان وقت البطولة. توقف يا نينجا الليل، أعد تلك العربة. مستحيل، إنها لي الآن. كحال محاربي نينجا، لن ينفذوا أوامرك بتاتا. يا محاربي نينجا، أنا آسفة، آسفة فعلا. لست قائدتكم، أريد مساعدتكم. أوه، كم هذا مؤسف. وفري علينا هذه القصة المحزنة أيتها البومة، لا تهتموا لكلامها، أنا قائدكم. ماذا؟ ماذا يحدث؟ الوزن ثقيل، اقفزوا جميعا الآن. مما تخافون؟ أنتم نينجا، ستكونون بخير، اقفزوا الآن. لا، يريدهم أن يقفزوا. علينا أن ننقذهم. أمسكت بك. أنت بخير؟ احذروا، أنا أطود. حسناً حسناً يا محاربي النينجا، أنا أعتذر، ربما كنت منفعلاً قليلاً. هيا هيا. أنا أحبكم أيضاً يا محاربي النينجا. أنت رقيق جداً. هذا يكفي، هيا بنا. إلى اللقاء. حان الوقت لأكون بطلاً وأصغي إليكما. واو، لو جعلنا روميو يتحكم بك. ستقوم أنت بإلهائه ونحن نهتم بأمر البرج. رائع، لنتبع خطتكما. أصلحته، ستقفزون جميعاً الآن. حسناً، انتهى وقت اللعب، سأذهب إلى ساحة البلدة وستوصل إشارة جهاز التحكم الخاص بي إلى الجميع، وإن حاولتم اللحاق بي فسأصعقكم جميعاً. روميو، أنا الفتى القط الذي لا يمكنك التحكم به، سأردعك. في أحلامك أيها الفتى القط. ولأنك تظن أنك قادر على ردعي، سأخذك معي. يمكنك مراقبتي وأنا أسيطر على العالم. والآن تشقلب، تشقلب. هيا بنا. روميو، لما لا تجعلوني أقفز عاليا؟ فكرة جيدة، هيا اقفز عاليا. أوعى. عضلات ساحتي حارقة. ها؟ هي، لما لا تجعلني أدور؟ تدور؟ أعجبني ذلك. ماذا؟ روميو، لن تجعلني أرقص. أنا بارع في الشقلبة. حان وقت الشر يا ساحة المدينة. أصلاً إنهم وجهوا نحو روميو. ماذا ستجعلني أفعل الآن روميو؟ دعني أفكر. أو أجل، لا، ليس أنا، لا يمكن أن يحدث هذا. لا أحد يحب أن يتم التحكم به. إن أخذت أشياء ليست لك فعليك أن تعيدها. كيف تجرؤين على التحكم بي؟ قولي لي، ألا تكرهين تذمر أشرار الليل؟ محق. والآن ساعدنا لإعادة جميع أجهزة التحكم والأجزاء الداخلية. علينا أن لا ننسى أمر أول جهاز تحكم كبير. هاي، أجزاء جهاز التحكم بمروحيتنا. شكراً روميو، شكراً لأنكما وجدتما فكرة ممتازة. حان وقت البطولة. عضلات الزاحف الخارقة. أيها الفتى القط، أمسك بقدمي، وحين أقول طيران تمسك يا زاحف بقدم الأخرى. حسناً، ها هي البومة خارقة السرعة. استعداد، تأهب، طيران. جاء
جناحي بوم الخارقان. أحسنت أيتها البومة. سأحكم العالم من الأرض ومن السماء. روبوت، أعطني هذه اللعبة. دقيقة أخرى. أعطني إياها. كيتو، أنهي هذه المرحلة. أيها الفتى القط، راقب روميو والروبوت بينما أطير بالزاحف بهدوء إلى مشغل الصور وأنزله هناك. حسناً، سأعطل خاصية انطلاق الصاروخ بواسطة خاصية التخفي. دقيقة أخرى. حسناً، لكن أخفض الصوت. خاصية التخفي الخارقة. ماذا؟ كان يجب أن أعلم أنه لا يمكنني الاعتماد على شيء لم أصنعه. صحيح روبوت؟ أوه، انسى الأمر. على الأقل سيتدمر المقر الرئيسي إلى الأبد. هيا بنا. ماذا؟ لا! استمتع برحلتك. سنحتفظ بجهاز النقل الآلي الخاص بك هنا. لا! هيا بسرعة. لوانس، نجحنا. المقر بأمان. هؤلاء المقنعون أغضبوني. الروبوت يفوز. كان يجب أن نهتم بك. حان وقت البطولة. سوف أقوم. هاي انظرا. بيردي. هاي بيردي، أعدك بأنني لن أخذلك أبدا. سأبني لك عشا وسأطعمك وأدربك وسنكون صديقين. هاي، ما هذا الصوت؟ ماذا يحدث؟ بدأت قوى الفتاة لونا تعمل. المقر الرئيس يسحب كل شيء. لن تصمد البوابة طويلاً إن ترى كل شيء نحو المقر دفعة واحدة، فقد تدمره. يا صديقي، علينا إيقافها. ابقى بعيداً. أتريد المساعدة؟ حسناً، هيا بنا. عضلات الزاحف الخارقة. هيا، يمكننا فعلها. لا أظن ذلك. لا شيء الآن سيوقف المقر. بوجود بلورات في الداخل سيكون كل شيء ملكي. ها، أصبحتما صديقين الآن. أجل، أنا وبيردي سنردعك. اسمعي، سنمسك البوابة. ادخلي وأوقفي تشغيل الشعاع. هيا. ها، الأبواب مغلقة بقوى مغناطيسية لا تتمكني من الدخول. علينا أن ندخل المقر. لديك خطة؟ حسناً، هيا أثق بك. ها؟ ماذا ستفعلين أيتها البومة؟ أيها الطائر الغبي، تعال. هي. أحسنت عملاً، سأساعدهما. أيمكنك أن توقف شعاع لونا؟ لن تتمكنوا من التغلب علي أيها المقنعون. حان وقت البطولة. هل أريد أن أكون العمدة روميو أم الملكة روميو؟ سيدي، عليك رؤية ما يجري في الخارج. ماذا؟ مختبر يتحرك؟ هذا محال، إنه ليس مشحوناً. أخرج، أخرج روبوت. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ لما يأبى أن ينطلق؟ كان يتحرك توّاً. نعم، كان يتحرك بفضلي قوة الزاحف الخارقة. خدعتموني. صندوقي. لا،
سيدي، تذكر أي الكمائن. أنت بخير؟ أنا بخير، شريطة ألا نقع في كمين آخر. صندوق الشر الأكبر. إنه بخير. حقاً؟ شحن مختبري. نجحنا، عادت المدينة كما كانت. سوف أعود أيها المقنعون. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. حان وقت البطولة، لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك، يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. 1، 2، 3، 4. يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محارب نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. لا أحتاج إلى طبل لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء أيها المقنعون. آسف نينجا، لكن هذا ليس موكبك، إنه لنا. والجميع يريده ملوناً ومبهجاً. ولهذا أوقفناك. ربما تمكنت من ردعي هذه المرة، لكن لن يكون سهلاً في المرة المقبلة. يا صديقي، التقطا. هذا رائع، كنت قلقة لاستخدامكما قواي ولم ألحظ أن مشاركتكما بذلك ممتعة. شكرا لك لأنك ساعدتنا، هذا مذهل. وهو أكثر متعة مما تخيلت. أهرا، ها هو روميو. حان وقت البطولة. هذه القوة الرائعة. روميو، لن تحتفظ بقوانا أكثر. ماذا ستفعلون؟ هل ستدمرون جهاز نسخ قواكم الذي استغرقت وقتاً طويلاً في صنعه كي ينسخها؟ تبدو فكرة جيدة بالنسبة إلي. هذا سيفي بالغرض بالفعل، لكن عليكم أولاً أن تواجهوا عضلات الزاحف الخارقة. تذكرا، اتبعا خطواتي. الآن للأعلى. قبضة الزاحف الخارقة. سمعتما ما قاله، علينا أن نحصل على الجهاز. الآن إلى اليمين. بوما. سرعة القط الخارقة. الآن حاصرة. قفزة القط الخارقة. لنستخدم جناحي الخارقين.
سنجعل الجهاز يطير من يده. رياح القوة! هذا ينجح! رفضان قوة! سرعة القط الخارقة! هيا! قطة الزاحف! بقوة أكبر! لا! أمسكتكما! نلتم مني هذه المرة أيها المقنعون! لكنني لا أحتاج إلى قواكم لأسيطر على العالم! سترون! إلى اللقاء! لا أحد يؤذي أصدقائي! انبطحا! قفزة القط الخارقة! سأريك ماذا سأفعل يا راكب الدراجة! ابتعدا! لا! لقد طفح الكيل! مركباتكم ليست أفضل مما يمكنني اختراعه! لذا سأحطمها كلها! هذا مدهش أيها القط! لقد أنقذتنا! شكراً! كانت دراجتي رائعة أيضاً! ربما هي رائعة كسيارتي! رائع أنها أعجبت! لأن مركباتنا الخارقة على وشك أن تتحطم! ليس إن تدخلت أنا! بعد أن عرفت مدى روعة دراجتي، سأستخدمها لأسبق روميو! لقد حان وقت البطولة! سرعة القط الخارقة! أنزل هذه المركبات فوراً! تراجعوا أيها المقنعون! وإلا فسأحطم مركباتكم العزيزة! أين هو؟ أجل! دراجة القط الخارقة! لا! أمسكت به! لن تنجوا بفعلتكم! سأتحكم بمغناطيسي من مختبري! يمكنك تحطيم مركباتنا إن أردت! لكن هذا يعني تحطيم مختبرك بما أنني فهمت للأزرار! لا! هيا بنا! انطلقوا! لا لا! لم تروا قدراتي بعد أيها المقنعون! إيه؟ قبضة الزاحف الخارقة! لا! المقر الرئيس! هل فعلت ذلك؟ أيها القط! لم يعد بإمكاني السيطرة علي أكثر! اصمتي بوما! قادم! موجات القط الصوتية! أعتقد أنك ستلومني على ذلك! لا! علي التوقف عن لومك! هذا ليس ذنبك، بل ذنبي! حان وقت البطولة! والأبطال يتحملون ذنب ما فعلوه! ويصلحونه! عضلات الزاحف الخارقة! أنا السبب في حصول لونا على سيارة كاميرون، تركتها خارجاً طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. أمسكين عن صباعتي. هاي، هذا لي. لنا السيارة وسنعطيك إياه. حسناً. سأهزمكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. زاحف؟ سأذهب في جولة بسيارة كاميرون. سريعة جداً. حسناً. شكراً. يا للروعة. أوبس. قوان خارقة. هذا ذنبي.
سنتمكن من إصلاحها قبل الغد، فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. إنها تطير باتجاه الرياح، علينا أن نجعل الرياح تهب بالاتجاه الصحيح. أعرف ما الحل، ولكن أحتاج إلى معلومات عن البستنة. ما الخطة؟ تعالى معي، حان وقت البطولة. أنت مستعد؟ حان وقت عملية إطلاق الرياح. الفتى القط مستعد؟ مستعد. رياح البومة الخارقة. هاي بذوري. سخيفة. سيطرت على جميع البذور. حقا؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك. النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك أكيد. الأمر ينجح. المقنعون الصغار، سأعود. نجحنا، فلنهدف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ولسنا نائمون. جائزة أفضل زهرة دوار الشمس لي أمايا. لن يشتت شيء انتباهي. كد أن تصيبني سيدي. توقف عن التذمر وساعدني بالإمساك بها. هيا أسرع قليلا. يمكنك الإمساك بي. أمسكتني فعلا. أمسك بالبومة، سأشتت انتباه روميو حتى يوقف زاحف الساعة. لكن يا سيدي لقد أمسكت بها. تتذمر مجددا؟ الشيء المهم هو أننا أبطأنا حركة البومة. أمسك بي إن استطعت روميو. سرعة القط الخارقة. لا تشتت انتباهي، علي أن أخطئ حركة المدينة. أنت مجددا؟ لن تشتت انتباهي هذه المرة. قفزة القط الخارقة. تأخرتم كثيراً أيها المقنعون، سأضرب المدينة كلها بأمواجي. ألا؟ إنها حفلة أيها المقنعون. فلنستمتع. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ هي، نجحت زاحف. كيف وصلت إلى هناك؟ ما زلت بطيئاً. قد أكون بطيئاً، لكن لأن انتباهي لم يتشتت تمكنت من الوصول بسرعة. لونا. واو. لا لا، لقد أصابني شعاعي الخاص. واو. والآن روميو، بعد أن أصبحت مثلنا عليك إبطال مفعول الشعاع على الجميع. مستحيل،
قد أكون كثير التعثر والترنح ويداي تنزلق سريعاً، لكن لن أدمر جهاز شعاع الخراقة الجميل. إذن تبطل مفعول الخراقة بتدمير الجهاز. لا، لم أعني هذا. تأخرت، كشفت الأمر يا روميو. أنتم خرقاء جداً. راقبوني بينما أهرب من هنا. مهلا، إلى اليسار، نفذ أوامري أيها المختبر الأخرق. أصبح روميو أخرق يعجز عن الهرب. لكن كيف سنوقفه؟ وجدتها. عندما جربنا ألا نتصرف بخراقة تفاقم الأمر وتسببنا بارتطام السيارة. صحيح، لذا علينا استغلال خراقتنا. القبضة المنزلقة، الترنح وكثرة التعثر، إنها أشبه بقوى خرقاء. رائع. مختبره يتحرك وليس مستقراً، لذا علينا توقيت الأمر بدقة. إنه قادم، جاهزان؟ انطلقا! قبضة الزاحف المنزلقة! القبضة سريع التعثر! هو الترنح! قبضة الزاحف المنزلقة! انتظرا زوال مفعول الشعاع. مهلا، بوسع السير في خط مستقيم. لقد أفسدتم كل شيء أيها المقنعون. روميو، أنا قادم. ظننت أنكما لستما صديقين. لا، لقد شعرت بالغيرة لأنه يمضي وقته مع الشيء الذي يسميه روبوت. لهذا أخذت المعدات؟ كنت تشعر بالغيرة؟ هل ستعيدها لنا إن أنقذنا روميو؟ بالتأكيد. رائع، لأن لدي خطة. حان وقت البطولة لنكون أبطالاً. سأسيطر على العالم، سأسيطر على العالم. انزلني أيها الروبوت. مستحيل، سأسيطر على العالم، 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 سأسيطر على العالم. أنا آمرك، توقف مكانك روبوت. المعلم فانغ وكيك ماجي سيواجهانك. اترك روميو. مستحيل. انتهى الأمر. هل تريدون التقطوا؟ التقاط فلاسي فلاش الخارق، أمسكته. أحسنت بو، أعني فلاسي فلاش. وداعا أيها المقنعون الصغار. مرحبا، أنا روبوت. هل تريدون أن نصبح أصدقاء؟ أيها المقنعون الصغار، تركتموني بعيدا رغم أنه كان بإمكانكم الطيران بي إلى هنا. روميو. روبوت صديقي القديم، مسرور لأنك تتحدث إلي. الصداقة أجل. ألا تحبون النهايات السعيدة؟ هلا حصلت على عناق. ربما، لكن بعد أن أعيد برمجتك حين نعود إلى المنزل. هيا لنذهب. حسن، بعد أن أعيد معدات ساحة اللعب. حسن، لا يتوقف المقنعون الصغار عن إعاقتي. مرحبا، أنا روبوت. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. وأنت أفسدت خطتي. انتبها. هذا ثقيل. أمسكت بإحدى نسخ الفتى القط يا سيدي. هذه كارثة حقيقية. كان عليك أن تستمع لنا. نحن فريق، أتذكر؟ آسف، نسيت ذلك. شأني كشأن البقية. آسفون. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. إذا ما حررنا القطط سيكون عددنا كبيراً. ألديكم اقتراحات فريق؟ لدي اقتراح آخر. المقنعون الصغار موجودون عند الشجرة الموجودة خلفكم. انزلوا القطط لنذهب إليهم. توقفي يا قطع الخردة، أنا بصدد الخروج، إنه كمين. حسناً أيتها القطط، سنستخدم اختراعاتكم.
مرحبا. أجل. ها هم البقية، لنأخذ مواقعنا. هيا يا روبوتات. إلى ما يخطط المقنعون المزعجون؟ الروبوتات تكره الماء. والآن إلى الأخير، سرعة القط الخارقة. أمسك بذلك القط روبوت. لا لا لا، ابتعد عني. نجحنا، جهز عضلات الزاحف. لكن إذا ما أزلت شيء الوامض ستختفون. لن نختفي، بل سنعود كفة قط واحد. هذا فريق، افعلها زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. أميكم. ها هو يحتاج لنا. تماسك أرجوك. آسف لأنكما اضطررتما للمجيء لمساعدتي. لا أحد يحرس المقر الرئيس الآن، والنينجا سيفوز. ليس لدي حاسة خارقة. أنت تملك قوة خارقة كالتخفي وقبضة الزاحف الخارقة، وهي مذهلة مثلك تماما. أنتما محقان، شكرا لكما. يا إلهي، صفارة إنذار المقر الرئيس. أمسك بعلمنا لكنه لم يفز، عليه أن يأخذه إلى قاعدته. مركبة الزاحف عالقة، لكن إن استعملنا مركبة أخرى سنصل قبله إلى المدرسة. ويمكنني إيقافه، ليس بحاسة خارقة من اختراعي بل بقواي الخاصة. حان وقت البطولة. حالما أضع العلم في قاعدتي ستصبح المدرسة ومقر المقنعين لي للأبد. ها؟ تأخرتم أيها المقنعون، هيا يا محاربي النينجا، النصر لي. يبدو أنه سريع للغاية أيها الفتى القط، لا يمكننا أن نمنعه من الفوز. يؤسفني أن صديقكم الزاحف ليس هناك ينحني لنينجا الليل الفائز، لكن محاربو النينجا يستطيعون. ماذا يحدث؟ أين علمي؟ لم تتوقع رؤيتي يا نينجا الليل؟ لكن هذا مستحيل، لقد كنت عالقاً. إلى أن جاء صديقاي وتركاني هنا على السطح، وبخاصية التخفي أمسكت بالعلمين بسهولة. بالإذن، علينا أن نضع العلمين على قاعدتنا. المقنعون الصغار يفوزون. هذا خطأكم يا نينجا، أنتم لا تستحقون مدرسة نينجا الليل الليلية، طلاب سيئون. نجحت أيها الزاحف، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. محق، ربما تغلب علي سابقا، لكن سأريه الآن معنى الطيران الحقيقي. حان وقت البطولة. أجل. علي التفكير بسرعة، إنهم عالقون بالمقر، مما يعني اسحبوا اسحبوا. أجل، الفتى القط اتبعني. استعد، هيا انطلق. مستعدون؟ اسحبوا. وأخيرا أتيتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبدا. أيها الفتى القط، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع الذراع للأمام بقوة. هبوط. أمسكوا بهم. للأعلى من فوقهم. والآن بقوة لليمين. نينجا، أمسكوا بهم. علينا أن نستعيد الطائرات. زاحف، نحتاج إلى قوتك الخارقة. فتى القط، اتبعني. اقترب، ابقى ثابتا. عضلات الزاحف الخارقة. مستعدا للهبوط أيها القبطان؟ مستعد حضرة القائد. هيا.
سأنال منكم في المرأة القادمة أيها المقنعون، سترون. نينجا أخرجوني من هنا. كان ذلك رائعا بوما، أنت أفضل قائد طائرة على الإطلاق. ربما في النهاية. هاي انظرا، هذه باقي المركبات الطائرة، ولدينا الوقت الكافي لإعادتها قبل الغد، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ولا نزلائمون. أيتها المخادعة المحتالة، كان يجب أن أفوز. أوبس. الانطلاق بسرعة لم يساعدني بتاتاً. إن أردنا استعادة الكأس فيجب أن أتحرك ببطء. حان وقت البطولة. هاي، لقد فاز كل منا بالسباق، لذا تعادلنا. نحتاج إلى تحدي كبير وأخير، من يفز يأخذ الكأس. موافقان؟ حسناً، سنتسابق من هنا حتى قاعة الرياضة. وما هو المميز في هذا؟ أجل، لقد فعلنا ذلك بالفعل. فعلتموه وأنتم تحملون بيضة على ملعقة؟ هذا سهل للغاية. حسناً، لكن بوجود محاربي النينجا فوق رؤوسنا سيكون هذا سهلاً. الفتى القط سيخفق مجدداً، لذا أنا سأفوز. مستحيل، سأفوز. أعرف، ببطء وثبات. ببطء وثبات، ببطء وثبات. بسرعة وإلا فستخسر أيها البطيء. بسببي؟ أنت الغشاشة. أجل. شكرا لكم، هذه الكأس لوقت النهار، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. حسنا، إن ربطت الآلات الموسيقية بطرف هذا الحبل ستحمل البوم طرفه الآخر إليك. رائع، وأنا سأسحبها باستخدام قبضة الزحف الخارقة. نجم البوب، أنا أفضل نجم بوب. لا أصدق أنه يظن نفسه نجم بوب. نحن سنقدم أفضل حفل موسيقي غدا. نحن على المسرح. هل ربطت كل الآلات؟ أظن ذلك. زاحف سيقوم بسحبها. كفوا عن العبث واستعدوا للعرض الضخم الأخير. أنا آسف جدا، كنت أفكر بحفل الغد مجددا وأخطأت بربط الحبل. الباب. انتبه الغناء، سيحطم السقف الزجاجي وكل نافذة في المدينة. لن يتوقف، إنه معجب بنفسه. علي التوقف عن القلق بشأن العزف أمام الجميع، سأختار آلة. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. الجميع يراقب. هاي، هذا ليس سيئاً. ماذا تفعلون هنا؟ محاربي النينجا، لن أكون نجم بوب دون فرقتي. تعالوا إلى هنا. حان وقت العرض يا محاربي النينجا. نجم البوب، نجم البوب، نجم البوب. يكفي. يهوها.
الآن. ستجمد آلتي الأشياء وسيصدر روبوتي رائحة كريهة، وإن حاولتم إيقافه سيبطئ حركتكم. وبينما تهتمون بذلك سألعب بقطاري. إلى اللقاء أيها المقنعون. للأسف لم ننفذ الحركة. أعرف، كنتما محقين، خفت أن ننفذها بشكل خاطئ. لكن سأساعدك. كنت محرجة. أتعلمين؟ أنا لا أعلم إن كنت فهمت حركتنا. الخطوط موجودة في كل مكان، إنها مشوشة، لهذا سنضيف شيئاً. هذا. حين نكون في موقعينا سنعطي تلك الإشارة وتقومين بحركتك. ليتني أخبرتكما بالحقيقة ما كان روميو سيتوقع هجومنا. ما زال لن يتوقع. هذا أكيد، لننفذ الحركة. حان وقت البطولة. قم بعملك أيها القطار الخارق. روميو فيل، استعدي، انطلاق. روميو، لقد تأخرت أيها الفتى القط. العالم ملكي. هنا روميو. الزاحف، كان أسهل لو ظهرتما معا. سأشرح الأمر مجددا، لقد تأخرت كثيرا. ماذا تفعلان بيديكما؟ الطيران دوراني في الوقت المناسب. جئنا جميعا معا. انتهت خطتك. لا، لكنني اردت اطلاق الرائحه الكريهه. اوبس. الفتى القط. لا، حان وقت البطولة. نعم. من يملك المقر الأفضل؟ أنت يا نينجا الليل، ما عاد لدينا مقر أساساً، فقد تعرض للسحق. كرة ضخمة، ما الذي يحاولون فعله؟ ضربة موافقة أيها القط. شكراً زاحف. أيتها البومة، أوثق بأن علينا تصويب الكرات على الحافلات الثلاث السفلى؟ نعم، وعند إزاحتنا لها ستسقط الحافلات الأخرى تباعاً. ما رأيك بهذا الآن؟ إليك المزيد من الكرات. لا، هذا محال. حان دوري. إطلاق خطابات البومة. حصني هو الأفضل. عضلات الزاحف الخارقة. أمسكتها. أحسنت. كان الحصن الأفضل. كان. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحبا مايا. مرحبا. أوه غريك، دراجتك جميلة. شكرا، أليست رائعة؟ أو مهلا، آسف أمايا، لا أريد أن تستائي لأنك لا تملكين دراجة جديدة. ربما علينا القيام بنشاط آخر. لا لا، سنركب الدراجات. دراجة غريك الجديدة رائعة، لكنني أحب دراجة القديمة أيضا، إنها لا تزال ممتازة وهي سريعة. لن تلحق بي. الزاحف والفوضى في المتحف. مرحبا أيها الأطفال، مستعدون لصنع نماذج الصواريخ؟ نعم. سأصنع أفضل صاروخ. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ هيا بنا، حان وقت عملية الإنقاذ الرائعة. هيا. فقط انتظروا، هذا شيء جديد وهذه أفضل أفكاري على الإطلاق. استعملت الشبكة من قبل.
لكنكم لم تروا الأمر برمته حتى الآن. ماذا الآن؟ أجل، لا يعجبني مجرى الأمور. سأقوم بإطلاقكم إلى مقركم الرئيس السخيف، ستلتصقون به وسأغطيكم بالمزيد من المادة اللاصقة، سوف تلتصقون هناك إلى الأبد. كل هذا بسبب ما كنا سنقع في مأزق لو لم أحاول القيام بعملية رائعة. هذا سيعرضنا جميعا لموقف عصيب. حان وقت البطولة. بسرعة زاحف، أبعدنا عن الكرة. عضلات الزاحف الخارقة. أجل، حان دورك الآن. هيا، وقت الطيران المذهل. لك ذلك، جناحي الخارقان. والآن لأفضل عملية إنقاذ، وسنفعل ذلك معا. بوما الآن. هي يا نينجا الليل، نحن قادمون. هذا مستحيل. ما رأيك أن تلعب البولينج معنا؟ لا. أحسنتما صنعاً، إن هذه أروع عملية إنقاذ. ألست منزعجاً لأنك لم تقم بأروع عملية؟ أروع عملية إنقاذ إيقاف نينجا الليل معاً. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. فكرة، حان وقت البطولة. هذا كفيل بالغرض، إلى اليسار قليلاً وسأكون جاهزاً لنحتي القمر. أنا متحمس سيدي. أطفئوا روميو، سنمنحك فرصة أخيرة لتسليم التلسكوب. انضاب دخيل، انضاب دخيل. شكراً، فهمت. إنه الزاحف المزعج. مؤسف أنك تأخرت كثيراً، راقب بينما أنا حيث ملامح وجهي الوسيم على القمر. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ أجل، عضلات الزاحف الخارقة. لدي مختبر متنقل وروبوت، من المستحيل أن تتمكنوا من إيقافي، لا يمكنكم مضاهاتي. محق، كان تشتيتك الجزء الأول من الخطة، أما الجزء الثاني هو استدعاء الدعم. لم تتوقع هذا، صحيح؟ بدأتم تتعاونون مع لونا؟ إنها أيضاً تريد إيقافك. دع القمر وشأنه يا روميو، فهو ملكي. مطلقاً. حان الوقت للجزء الثالث من الخطة لونا. لك ذلك، هجوم الدغدغة. توقفي، أوقف أيها الروبوت. لا يمكن لأحد الهرب من شعاع لونا، ولا حتى أنت. هذا صحيح. العثاث لونا، روميو، الروبوت منشغلون الآن. حان الوقت للخطوة التالية، عضلات الزاحف الخارقة. أمسكتم. لا يمكنني تصويب الليزر بدون التلسكوب. حسناً، لا مزيد من الضحك، هيا ابتعدي. هي، انتبه إلى خطواتك أيها المختبر المتنقل. أحضر التلسكوب أيها الروبوت. فات الأوان أيها الروبوت. سرعة القط الخارقة. نجحنا. لا يمكنني الحساب، لا يمكنني الحساب. مستحيل. انقضى الأمر روميو، لا يمكن للتلسكوب مساعدتك، لقد هزمناك. كل خطوة على حدة. لا يزال لدي جهاز ليزر الفضاء. ماذا تفعلين؟ اتركي. إن كان هذا ما تريد. حسناً، ماذا لو أخفق؟ لن أخذلكما. حان وقت البطولة. هيا أيها القط، انطلق. واو. لقد نجحت على الأقل في إضحاكي. حصلت على المنصة؟ مسابقة الرقص في خطر الآن. وأنا سأحل المشكلة، لا يهمني مهما بدأت سخيفا. عليك المشاركة في برنامج هزلي. ما عليك أيها القط، كنت بحاجة إلى الاغتسال. سخيف أم لا، سأنفذ الحركة. الإعصار الدوار. ماذا؟ أحسنت، نجحت.
لننقذ المسابقة. ماذا؟ لا! عضلات الزاهد الخارقة! أيها المقنعون المزعجون، أنتم تفسدون علي وقتي باستمرار. أتعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك. اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. لنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الحفلة والناس نائمون. أنا آسف، كان ينبغي أن أضع الصخرة في المقر الرئيس ولم أفعل، وأوشكت الصخرة أن تصطدم بكما. لا بأس، أعدنا المقر كما كان، لكنكما تعرضتما للخطر، الجميع في خطر طالما الصخرة موجودة في المدينة. كنت محقا بهذا. استعدوا للصدمة والذعر. إن استخدمنا هذا ستضرب الصخرة بقوة أكبر. مستحيل، حان وقت البطولة، لقد اكتفينا من تلك الصخرة. لن يوقفني أحد أيها الزاحف الأحمق، الوسام سيكون ملكي أنا. زاحف لا، ابتعد، سوف أتخلص منها. عضلات الزاحف الخارقة. واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي، شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان، أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبداً. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي، كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع. أيها المقنعون محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة، من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. أحد، حان وقت البطولة. ابتعدي ابتعدي ابتعدي. شكرا زاحف، ماذا سنفعل؟ أعرف كيف يمكننا أن نردع لونا، علينا فقط أن نرمي حجري المميز. مغناطيس لونا أن يسحب القمر. وقد فعل، جزء بسيط من القمر، إنه حجري المميز. فكرة رائعة. ليس لفترة طويلة أيها الزاحف. رياح الرومة. هاي بسرعة، لونا مشغولة الآن، هيا فلنستعد كل الأحجار، هيا. قفزة القط الخارقة. حصلت عليه. توقفوا يا سارقي الأحجار. لا، إنها لي، كلها لي. أمسك به. كل الأحجار معنا، مغناطيسك ليس قويا كفاية لسرقة القمر لونا. ما زال قويا كفاية ليفعل، لكنني قوي كفاية لفعل هذا. عضلات الزاحف الخارقة. اذهبي من هنا.
يا لونا. سأنال منكم. حسناً، لقد عاد القمر إلى مكانه. ومن دون الأحجار لن يكون مغناطيس لونا قوياً لتحريكه. تخليك عن حجرك المميز، تصرف شجاع. هل أنت بخير؟ أجل، لكن علينا أن نزيل العديد من الأشياء الضخمة. هناك قطار ومركبة فضاء أمام المتحف. سنفعل ذلك معاً. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نايم. تمسك بي زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. محاربي نينجا، اجعلوا هذا التمثال أثقل وزناً. هل أتولى الأمر؟ سأصلحه. تدمر تمثالي، لكن ما زال بإمكاني أن أنقذ تمثاله والقطع الفنية. حان وقت البطولة. اتركا نينجا الليل لي وأنقذا القطع الفنية. سرعة القط الخارقة. هاي هاي، ماذا تفعلين بيدي؟ أيمكنك أن تعيرني إياها حتى تساعدني؟ فهم؟ لا أستطيع الصمود أكثر. عضلات الزاحف الخارقة. رياح البومة، انظر إليه، أصلحته. لا تريد تدميره الآن، صحيح؟ إبداعي، تم إصلاحه بالفعل. كان ذلك وشيكاً. أنت محق أيها الزاحف، أنا سعيد لأنه تم إنقاذ تمثالي. والآن سأعود إلى خطتي الأولى، سأخذ القطع الفنية من المتحف وسأتخلص منها. فات الأوان نينجا الليل، أخفيت القطع في مكان لن تستطيع العثور عليها فيه. ماذا؟ هل سنمضي باقي الليلة في البحث عن قطع صغار نهار الفنية التافهة وسرقتها مجدداً؟ ألا يمكنك الاستمتاع بتمثالك الجميل؟ إن أخذته إلى المنزل فسأتمكن من رؤية نفسي من أي مكان. سأتمكن من النظر إلي طوال الوقت. هيا يا محاربي نينجا. لكن فليكن هذا تذكيرا لكم، أنا أروع فنان على الإطلاق. أنت أروع فنان من أشرار الليل. أحسنت أيتها البومة، لقد أخرجتنا من هذه الورطة من خلال إصلاح تمثاله. لا أحد سيرى عمله الفني، إنه رائع. أظن ذلك، لكنني أتوق لرؤية أعمال الجميع الفنية. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائم. حان وقت البطولة. قبضة الزاحف الخارقة. أنت هنا. لطيف، لكن لا يمكنك الهرب للأبد. تعتقد أنك ذكي صحيح؟ لقد بدأ حظك ينفذ. أحسنت صنعا زاحف. كيف سنحصل على جهاز روميو؟ لا تقلقي، أعرف كيف أحل هذه المشكلة. واصل القفز أيها الزاحف، لن تهرب من جهاز مقاومة الجاذبية للأبد. هذا رائع، هذا هو ما كنت أبحث عنه. نينتو مين، هذه الدرع صغيرة جدا ولن تنقذك. أجل، لكنني لا أستخدمه كدرع، بل سأستخدمه كمرآة. هاي روميو، لن تصيبني حتى لو كان طولي 3 أمتار. أوه ممتاز. لا، جهاز مقاومة الجاذبية. عاد. هيا يا زاحف. لا. أجل. اضغط الزر الآخر أيها القط. حان الوقت لننزل الأشياء إلى الأرض. الجهاز بعيداً إلى الأبد. أيها القط، اضغط الزر. لا.
الرئيسي الرائع. أجل. ها ها. هيا بنا لنلحق بالفتاة لونا. أحسنت صنعا يا زاحف. كان علي إزالة هذه الفوضى. عضلات الزاحف الخارقة. تظن أنها اللعبة؟ طائر جيد. صديقاي يحتاجان إلي، وأنت أعطيتني فكرة. لكنني سأخذ المفضلة لديك أيها الزاحف. لوحة لونا. لقد نلنا منك لونا. أتظنون أن بضع علب ستوقفني؟ لابد أنني قلصت عقولكم أيضا. ابتعد عني يا ذيك الحبش الرملة. أنت صنعاً، لكن كيف سنعيد ذلك الطائر العملاق؟ حسناً، سأتوقف عن اللهو بجهاز التكبير، وحان الوقت لإعادته إلى المقر الرئيس وترتيب المقر. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائم.